بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين هدار آياند تسيون مريم تسيون مالت أمبا متاقيا مالتنا أندم بمسترو مادر أملاك مالتنا تسيون يميلو سمبكمو لقدوس طاي ترارنا لكيدانو سلات سياغي لقل بتبيت طاي مسترقن لدنجل مريم لبيتا كريستياننا لزل عالم ويترستيا جلقلات تابو تسيون بفك هادك زيابير بنبي يومسي عما كاينت لسول جوش تستا إسرائيل آويان سببار ركوبات مسواتات شون سيكر بوبات كاك زيابير ستار ركوبات نوروال لاربا متاتيال إسرائيل آويانن بكينت يا جلقل ينبرو كاينو يلي إرميوسي غفا ولت لجوشون ترتو وانا نام لكتلا دركو شماتشو بدب ترا اوريت تاوتا سيوانن ان دياغل اقلو يتشوموت ولت وطات كانات افلين النافناس فكادك زيابيرن تلالفو سوست تلالاك بدلوچن فتسمو يمجم مريو بدل بموسي سرات بك اداماي ساعت ليليت برتا بك اداماي ساعت مالت يمت تطفا مبراتن دتكمت يتسرى سرات نبه ونوم اگر قلوت كليلة سيبرا مادرو لمن بلو مكرزونا نسو مبراتون ما تفو ولتنيا لراساتشو سقاويتكم كدميا ستو لمسوات انديون كمتاو انسسا تاردو سبو سايتيس دمو سايفس سقاوني يمرتو تمجو سوستنيا سألوت اننادر سالن سرات عملكو نفذ مالن بلو ودمكنا يودن قواني ماتو كنبروت اسرائيل هويان كون جاجت كارا بزمو تودكو አባታቸው ካህኑ ኤሊም የልጆቹን በደል እያየ እንዳላየ እየሰማ እንዳልሰማ ቸል በማለቱ እግዚአብሔር አዘነ። በዚህም ምክንያት ፍልስጤማውያንን አስነስቶ በጦርነት ቀጣቸው። ዕብራውያን በጦርነት ውሎ ያለ ለማዳቸው በአዛብ ተሸነፉ። ህዝበ እስራኤልም ግራ ቢገባቸው ድል የተነሳ ነው ታቦተ ጽዮንን ይዘን ባለመዝመታችን ነው ብለው አፍኒንና ፊናስ ጸላቱን እንዲሸከሙ አድርገው ወደ ፍልስጤማውያን የጦር ምሽግ ከሰገሱ። ሆነም ያስቡት ሳይሳካ ታቦተ ጽዮን ተማረከች አፍኒንና ፊናስም ሞቱ። ዕብራውያንም በጦርነቱ ድል ተደረጉ። ፍልስጤማውያንም ታቦተ ጽዮንን ማርከው ዳጎን ከተባለው ጣዖታቸው ላይ አስቀመጧት። በማግስቱ ሲመለሱ ዳጎን ተገልብጦ ታቦተ ጽዮን በላይ ተቀምጣ አገኘት። በማግስቱም ተመሳሳይ ድርጊት ተፈጽሞ ዳጎን ወድቆና ተሰባብሮ አገኙት። ይህን በተመለከተ ኢትዮጵያዊ ሊቅ አባ ጽጌ ድንግል ሰቆቃወ ድንግል በተባለ ድርሰቱ ወደ ኢሎፍሊ ምድር ተማርካ ሄደች የእስራኤል አምላክ የቃል ኪዳኑ ታቦተ ጽዮን የብዙዎችን ነፍሳት ያጠፋ ዳጎንን ሰባበረችው። ድንግል ማርያምም ሁሉም ማድረግ ከመቻለው ከልጇ ጋር ግብጽ ወደሚባል ሀገር በሄደች ጊዜ ያሰተኛ ሰይጣን ሱፋኖች ሆኑ የግብጽ ጣዖታት ፈረሱ። ጠንቋይ ጠንቋይ ያላቸው ሁሉ አፈሩ በማለት በነጽጽር አስቀምጦታል። ኃይልና ድል ማድረጉን በዳጎን የጀመረችው ታቦተ ጽዮን የፍልስጤማውያንን መንደር በአባርና በቸነፈር በባጭም መታች። ህዝበ ፍልስጤምም ታቦተ ጽዮን ወደ እስራኤል ምድር እንድትመለስ አደረጉ። በእንደዚህ አይነት ታላቅ ክብር በአገረ እስራኤል ጥሮር የነበረችው ታቦተ ጽዮን ወደ አገራችን ወደ ኢትዮጵያ መምጣቷ ታላቅ የሆነ መንፈሳዊ አስተት እንዲሰማን ያደርጋል። በየአመቱ ኅዳር 21 ቀን በታቦተ ጽዮን የተፈጸሙ ታላላቅ ታምራት የሚታሰቡበት ቀን ነው። በዚህ ቀን ቅድስት ቤተክርስቲያናችን የታቦተ ጽዮንን ታምራት እግዚአብሔር ቅድስት ድንግል ማርያምን ታቦቱ አድርጎ ከፈጸማቸው ታላላቅ የድህነት ስራዎች ጋር በማነጻጸር እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በነገረ ድህነት ውስጥ ያላትን ድርሻ በስፋት ታስተምራለች። ለምሳሌ እስራኤላውያን ባህረ ዮርዳኖስን ባቋረጡበት ወቅት ታቦተ ጽዮንን የተሸከሙ ካህናት እግራቸው ዮርዳኖስን ባህር በመንካቱ ባህሩ ለሁለት ተከፍሎ ነበር። ይህንን ታሪክም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም በስጋ በመወለድና ጥምቀትን በመመስረት ከሰይጣን ባርነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት እንዳሸጋገረን በማመስጠር ቤተክርስቲያናችን ታስተምርበታለች። ፍልስጤማውያን
كسرائيل أنجار ويجابجت مبتوك تابوت زيونن كسرائيل أيان ماركو داعون بمبالو بيتت أوتا تشوست أنروات بن برجيسي تابوتا يداعون المسل أنكوتا كتات لاونت بر كدست بيت كريستياناتشن ين تاريخ عندما استاري بمتكم كدست كل مريم بتولدوا بجيتاتشن بمداني تاتشن بيسوس كريستوس أما كينت كامل كوتات أوت وتن عندما لكن وده مملك سلم ملساتشن إن بما بيتاتشن مكنيات سلطة الرجلن يكزارير جرنت تمرت ستبتالج كزارير عملاك إزبا إسرائيلن كقبس بارنت كوتات شوالا ياملكو سراتاتن يفتسمو بزن يمسكرون دنقوان يكال كيدانو عطاوتن إن لاملكو تو سراتو مكناوانيا يمياغلقلو ليو ليو نواياتك الدساتن اندي سارو عزوات شونبر كقال كيدانو عطاوتستم بإغزيابير تات أسرتو تزازاتي تسعفو بات يهكو زلات أربع مت ملو إسرائيلاويان بسينا مدربدا يتمقووتن مننا يازج مسوه ورق آرون لكنتا قلو تسلم مراتو مسكريوناتشو لم لماننا فريعفر تيتقنياتشو يارون بتر يقنيو باتال دبترا دنقوانوننا بوست إمقنيو نوعات قدساتن إغزيابير بموسيسيا السرى لسماعيو مستر مستالينا تلاناتشونا تتنك أكون دي سراتشو عزوت نبر كدوس بولوسم يتشن دمكوان يهجل قلوت سراتاتي مفلس أمبات في تنياتو دمكوان بلو يتاراتال بزي مسارات دبترا دمكوانو النا بوستو هلو نواتا كدسات لسماعيو مستر مستالينا تلاندونو نرددال يدبترا دمكوانو مستاليوناتشو سماعيو تو سفرام كدست بيتا كريستيانات بوستو عماناو ينا سماعيو مستر ملكوت يفلس أمباتا لنا بيتا كريستيان يكريستوس أكالو سلونج زلال مهوتن يمياسد مسترم بوست أسلم يكناوون بات برغتم سماهوي سفرانات تاوتا سيوان بم بيتاتشن كدستن كل ماريام تمسلالج يلن مرداتكن سلا تاوتا سيوان أسرارنا منفس يدركم أسكدم اللن ردائي كبانات زيابي راملاك تاوتا سيوانن انديسارا بلاعتن طبابن ماستوالن اوكاتن يليزان منفسون ياساد دربتن كيوداوغان يوانون باس ليلن مراتة ارسوم اكزيابير بسات اماستوال كم مينكس انجات رزمتوا ولد كندتاكول وردوا عند كندتاكول كومتوا عند كندتاكول اندي نورات عدرقو تابوتوان سررات بباك التالم بوستم بوچم بطرو ورق لبتات كتابوتان سوريا يورق اكللن عدر رقلات كانات تابوتا سيوغانن لمشكم اندي رداتشوم باراتوم مازنات بورك يتسرو قلبت توچننا بنرسوم مست يميقبو ولت ملوغيوچن سرى كترو ورقم يسريت مكدنيون بقال كيدان تابوتوالي برزمتوانا بوردوالك سرى يسريت مكدنيون اندقاردوت عدرقوم ترو كونا كتكتكتا ورق كرويل سلو بسريت مكدنيو قران ناقين اسك امتاتشو النزي بترو ورق يتسروت ولتو كرويل فيتاتشو ودسريت مكدنيونو ارس مرساتشو اندي تيايو تدرقو يتسروناتشو بزي بسريت مكدنيو بولتو كرويل مكاكل اكزيابير لموسي يقلت سو كبالن جروغار اندمين نقاكر بقلس يان نقاكرو نبر لازبوم بدم من عمد يتاياتشو نبر ودمسترو ترقوامي سنم اللسم تابو تاسيون يم بيتاتشن يكدستن كل ماليا مسالي ستون بوستو عيازتشو يهجوز اللاتم يجيتاتشن يمداني تاتشن يه يسوس كرستوس مسالينو تابو توا كم مينك سنجت مستراتوا يمي بيتاتشن النسئنا يمي عملك كسيون بوجم بوستم بطرورك ملبتوا دقمو كدسنواننا بولت وغن دنقل مونوان يمي اسردانو تابو تاسيون بقراننا بكين بكل بتزقاجو عرات كورك يتسرو قلبتوش نبروات بنزي ورق قلبتوش وستم ولت ملوغيوش يقبو باتشو نبر تابوتوات لمن قساكس باسفل دقم كيزي عرات ليوهيوان كانات بملوغيوشو يشك مواتال يه سرات بسمايات ميميتا يونتانو يجيتان منبر قد سسب قد سنسر قد سنهامنا قد سنبسي اللاتشو عرباتون سسا يشك مواتال لنا لامانو يتوى تابوت لقدستن كل مريمم سلامن يميورو ملكابي مسراتشنم يميناكرو مدانيتنم يميورو سيوننم عملاكش نقصوال يميلو اقروتشاتشو بتراروش لاي اجيج يامارو يرسواننا يجيتاتشنن سم تشكمو ونجل العالم يميسابكو ارتودوكساويان ممهران اللوات يسريت مكدنيو
مكمچاو ينسوان انست مكدنياو ينسوان ابو غراننا قنيو ياننا ياكي مثالي نو بكنفوچاچو يغردوت كيروبيلم يتباقيو ملاك قدوس ميكائيلنا يابساريو ملاك قدوس جبريل مثاليوچ ناتشو يسريت مكدنياو سريتو يميفصمبت سفرا بيونم نغرغن بزي بوتا منم عينت مسوات ايقرب نبر يم بغيزيو አማናዊ መስዋዕት ገና እንዳልተሰዋ ያስገነዝበናል። ይህ ስፍራ እግዚአብሔር ለሙሴ የሚገለጥበት ቦታ ነው። ከርስቱ ውጪ ሌላ ነገር በዚያ ላይ ማረፍ አይችልም ነበር። ከዚህም የምናስተውለው አንድ ምስጢር አለ። ያውም እግዚአብሔር አምላክ ለአዳም የገባውን ቃል ኪዳን ሊፈጽም ሰው በሆነ ጊዜ ራሱን መስዋዕት አድርጎ የሚያቀርብበት ልዩ ስፍራ እንዳዘጋጀ ያመለክተናል። ይህ ስፍራ አማናዊ መስዋዕት የሚቀርብበት ቦታ እንደሚያስፈልግ የሚያስገነዝብ ስፍራ ነው። ይሄን ለማመልከትም ለኃጢአት ስርየት የቀረበው መስዋዕት ከታረደ በኋላ ካህኑ ደሙን በጣቱ እየነከረ ሰባት ጊዜ በስርየት መቅደኛው አንጻር በመገናኛ ድንኳን ውስጥ ይረጨው ነበር። ነገር ግን ይህ ደም ከስርየት መቅደኛው ላይ አርፍም ነበር። ምክንያቱም በዚህ ስፍራ መቅረብ የሚገባው አማናዊ መስዋዕት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ ነውና ይህ የስርየት መቅደኛ ለኛ የሚያስተላልፈው ተጨማሪ መልእክትም አለው። ይኸውም አማናዊው መስዋዕት ክርስቶስ መስዋዕት ሆኖ ዓለምን ማዳኑ እንደማይቀርና መስዋዕቱ የሚቀርብበት ስፍራ በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ እግዚአብሔር በመረት በሚገለጥበት በቃሉ ማደሪያ በጽላቱ ላይ መሆን እንደሚገባው ያስገነዝበናል። ይህም እግዚአብሔር አምላክ በነቢዩ ሚልክያስ ሊያድሩ ከጻይሞጫ ጀምሮ እስከ መግቢያው አድረስ ስሜ በአዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናልና በየስፍራው ስለ ስሜ እጣንን ያጥናሉ ንጹህ ቁርባን ያቀርባሉ ሚልክያስ ራፋን ቁጥር 11 በማለት እንደተናገረው የስርየት መቅደኛው አንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን ምስጢረ ቁርባን ለምትፈጽምበት ጽላት ወይም ታቦት ምሳሌ መሆኑን ያሳየናል። የስርየት መቅደኛውን የሚጋርዱት በጥሩ ወርቅ የተሰሩት የክሩቤል ምስሎችም አማናዊ መስዋዕት በሚሰዋበት ጊዜ በዙሪያው ረበው የሚገኙ የመላእክት ምሳሌዎች ናቸው። ቅዱሳን አባቶቻችን እንዳስተማሩን ሁለቱ ክሩቤል የተባሉት ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል ናቸው። ይህን ለማስገንዘብ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በመንበረ ታቦቱ ላይ ምስለ ፍቁር ወልዳ እንዲቀመጥ ታዛለች። ምስለ ፍቁር ወልዳ ላስተዋለ ሰው በትክክል የታቦተ ጽዮንን መንፈሳዊ ትርጉም ይረዳል። ታቦተ ጽዮን ከሌሎች የብሉይ ኪዳን ንዋያተ ቅድሳት በተለየ መልኩ እጅግ ግሩም የሆነ ምስጢርን በውስጡ ይዛለች። ይህን ድንቅ ምስጢር ለመረዳትም አንድ ምሳሌ እንመልከት። ንጉሥ ዳዊት የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳኑ ታቦት ከአቢዳራ ቤት ወደ ጽዮን ከተማ ባስመጣበት ወቅት በታቦቱ ፊት በሙሉ ኃይሉ በደስታ እየዘለለ ለእግዚአብሔር መንፈሳዊ መዝሙርን አቅርቦ ነበር። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሚሆን ድርጊት በአዲስ ኪዳንም ተፈጽሟል። ይኸውም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለቅድስት ኤልሳቤት ሰላምታ በሰጠቻት ጊዜ የስድስት ወር ጽንስ የነበረው ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ የእመቤታችንን የሰላምታ ድምፅ በሰማ ጊዜ እንደ አባቱ እንደ ዳዊት በእናቱ ማኅፀን ውስጥ ሆኖ በደስታ ዘሏል፣ ሰግዷል። ቅዱስ ዳዊት በቃል ኪዳኑ ታቦት ፊት እየተደሰተ ለአምላኩ የምስጋና ቅኔን መቀኘቱም ለሰው ልጆች ሁሉ የመዳኛችን ምክንያት የሆነችውን ቅድስት ድንግል ማርያምንና ልጇን በቃል ኪዳኑ ታቦት በኩል አስቀድሞ በአይነ ህሊና ስለተመለከታቸው ነበር። ህዳር 1 ቀን የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዓመታዊ በዓል ነው ብለን በተለየ መልኩ የምናከብርባቸው ምክንያቶች የሚከተሉት ናቸው። በብሉይ ኪዳን ታቦተ ጽዮን የፈጸመችውን ልዩ ልዩ ገቢረ ታምራትን ለማሰብ ቀዳማዊ ምኒልክ ከ12ቱ ነገደ እስራኤል የበኩር ልጆች ጋር ሊቀ ካህናቱን አዛርያስንና ታቦተ ጽዮንን ይዞ አክሱም የደረሰበት ዕለት በመሆኑ በ330 ዓመተ ምህረት በአብርሃ ወአጽብሐ ዘመነ መንግስት ክርስትና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሃይማኖት ይሁን ተብሎ አዋጅ የታወጀበት በመሆኑ ዘካርያስ በተቋመ ወርቅ ምሳሌ ራይ ያየበት፣ ነቢዩ ስቅኤል በተቆለፈች ቤተ መቅደስ ምሳሌ፣ እዝራ በቅድስት አገር ምሳሌ ራይ ያዩበት፣ አብርሃና አጽባ በወርቅና በእንቁ ያሰሩት ባለ 12 ክፍል ቤተ መቅደስ ለመጀመሪያ ጊዜ ቅዳሴ ቤቱ የተከበረበት በ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዮዲት ጉዲት
آبیات یا کرستیانات سطح کتل تابوت هزیونن ایزو و دزواهی کتسد دووالا زمان سلام سی جمر اکسوم بنبرو کانات استاشنت کزواهی و داکسوم یک پچپت علت بمونو برزاد بارات و قدامات اکسوم چون کف باره من فسایوال انا کبرالن یک دوسانو لوس علوتن نامل چا اکلی لنا گلالات بونو بنا داچن بولاری تاملاک قدستن گل مارم چلوت هلاچننم یمارن آمین.